السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في كل زمان وفي كل مكان. درسي اليوم لنفسي هو التلامس والحكمة من منع. كنت في العام الماضي في رمضان مستقل الطائرة لأذهب بها من مدينة جوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا إلى بلانتير عاصمة ملاوي، وجاء قدري في الجلوس إلى جوار امرأة شابة أفريقية وصغيرة في السن. كانت الطائرة قديمة صغيرة ومقاعدها متقاربة جدا جدا جدا، وكان مقعدي إلى جوار النافذة، وكنت متعبا إذ كان الشهر شهر رمضان والحالة صوم. وهنا كما ذكرت من قبل يتدخل الشيطان الذي يأتي بين أيدينا وعن أماننا وعن شمائلنا، وكان الفراغ بيني وبينها يكاد يكون منعدما إلى درجة التلامس. فحدث هذا مرة، حاولت بعدها الالتصاق بالنافذة ودخلت بعدها في نوم عميق حيث أني كنت متعبا من نشاط الليلة التي قضيتها في جوهانسبرغ، وشعرت وأنا نائم بهذا الصراع العنيف بين شيطاني الذي كان يزيح رجلي لتلاصق رجل المرأة وبين ملاكي الذي كان يوقظني لكي ألتصق بكامل رجلي في جدار الطائرة. هذه المشاعر وهذا الصراع كان قائم دائم، قد ينتصر فيه المرء وقد لا ينتصر فيه المرء، وارجع فيه الفضل في هذا الانتصار إلى الآتي. أولا، قوة الإيمان المرء سواء كنت أنا أو غيري. ثاني، مدى علاقة المرء بالخالق سبحانه وتعالى. ثالثا، مدى حب الملائكة للمرء نفسه ومساعدتهم لهم هذه المساعدة الدائمة، فهم مؤمنين كأمثالنا. الدروس المستفادة هنا، حتى في وجود المرء بين العديد من الناس فالشيطان له قوة خارقة غير عادية لابد أن نقهرها بالاستعاذة بالله منه. فالنظرة واللمسة والهمسة أسهم قاتلة من أسهم الشيطان، لذلك علينا أن نحافظ على المسافات بيننا وبين النساء والأطفال، ونحن نعمل أواسط المئات والألاف من النساء والأطفال. ونهاية قصتي هنا أن أشكر الله على المجهود العظيم الذي قام به ملاكي في إيقاظي مرات ومرات لكي ألتصق بجدار الشباك وليس بالمرأة التي كانت تجلس أجنبي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.